Good morning guys, it's Vlogmas day 16. So اليوم كمان رح تقضوا نهار معي بس بهمني اعرف اذا بتحبوا الديلي فلوجز او لا لان انا بحب صور ديلي فلوجز بس ما بدي زهقكم كمان. Anyway اليوم وعيت وتحممت هلا الساعة 11 الا 10 ناطرة رفيقتي احيي اجت رفيقتي. اوكي هيدي رفيقة ما بتعرفوها she's one of my best friends بس منا عايشة بلبنان عايشة بميامي ورايحين نعمل ضفيرنا لان ضروري نروح نعمل ضفيرنا انا الي من قبل ما نروح هنباسم يعني امتى من اكثر من شهر من نعمل ضفيره ليتس جو باي ذا واي للي بيسالوني وين بعمل ضفيره بعملهم عن نيلد ات بالكاسليك ولازم اعبي بنزين اوكي باي اوكي جايز عملنا ضفيرنا انا حطيت لون ويكيد هلا رايحين نجيب كادويات لنويل فما بعرف قد ايه رح صور اونستلي لانه ما بدي العالم اللي رح نجيب لهم كادويات يشوفوا الفيديو ويعرفوا الكادويات سي يو بعد شوي سو خلصنا نجيب كادويات وهلا جينا على ديفي بدبي رح نطلب اكل واجت معنا رفيقتنا الثالثه اسمها جاني فهلا بس يجي الاكل بفرجيكم شو رح ناخذ اوكي هلا بدنا سلاد مونغولين تشيكن جايز جيبوا لنا دسير قديش مهضومين انا كثير بحب ديفي بعدني مني معوده تو فلوج ان بابليك خصوصا مع رفقاتي ما بعرف ليه بحس حالي كثير غلط ف تغدينا وما صورت شيء بالغدا وهلا رجعت على السياره صرت لحالي وعندي ميتينج بلوليا كلوزيت فبدي انزل على بيروت لاحظت انه جبيت حالي ما عم مبين جبيت حالي بفتكر من فيرني فما بعرف كيف رح ينشالوا هلا عن تابي هول بدي اخذهم على المصبغه بركي رح احط الوينر تبع الجيف اواي تبع كرانكم بالدسكربشن فاذا بدكم تشوفوا مين ربح فوتوا على الدسكربشن وشوفوا وبكره I'm gonna announce a new giveaway و I'm so excited about tomorrow's giveaway so stay tuned ما تنسوا تحضروا بكره الفيديو رح وقف صور لانه كل العالم عم تفرج علي كانه انا حدا كثير مسطول وعم بيحكي وحده ف شوف بعد شوي رجعت على البيت بس ما بتصدقوا قد ايه تسليت على الطريق ترجع على البيت لانه كنت حاطه اغاني مثل هيلاري داف وذا بوسيكات دولز وبريتني سبيرز وافري لافين كثير تسليت جايز ما بعرف اذا كان عمركم حسب قد ايه عمركم انتم اللي عم تحضروا بس اذا انتم تقريبا من عمري رح تفهموا قد ايه تسليت anyway كادو من الكادويات هو لجوي وكثير مهضوم ويا ريت فيني افرجيكم اياه بس انه جوي بتحضر الفلوجز فما فيني افرجيكم اياه بس كثير على بالي فبركي من بعد ما يقطع نويل بركي بحط ستوري على انستغرام بفرجيكم شو جبت لها لانه اتس سو كيوت رح نتخطى هيدا الموضوع وصل الباكج هلا بس رجعت على البيت شفته من باي سيرينا اوكي هلا عم نفتحه سوا لان انا كمان بعد ما شفته لحظه كثير حلو بعد ما شفت الباقي بس اي نو من هلا انه this is gonna be my favorite piece بيسطل اوكي لنشوف شو بعتوا لي كمان A pearl necklace. هيدا it's a classic. ما عندي منه so that's good. This is cute. It's customized. مكتوب جوا ما عارف زنبين. هي ما بعرف ليه ولا مرة بيعمل فوكس هالكاميرا ما بتعمل فوكس. Anyway this is so cute. Thank you. A chain necklace. صار عندي كتير chain necklaces بس كل واحدة بكبر و thickness معينة ف that's cool. و lastly لحظة هات لنشوف هيدا شو this is cute كتير بحب النكلسز اللي already بيجوا layered I don't have to layer them أنا already هيدا one necklace وبيكونوا layered thank you so much by سيرينا رح حط اللينك بالدسكربشن تبع الانستغرام account لأنه honestly I love those بركي أحكيكي for Christmas gifts اوكي وصلي كمان باكج من لوليا كلوزت بس بفتكر هيدا رح يكون giveaway for Instagram ف I'm gonna post it بهاليومين إذا عبالكم ايه it is for the giveaway ما حفرجيكم شو هن سو اذا عبالكم انه يكون عندكم اكتر chance انه تربحوا giveaway لانه صار عندي كتير giveaways فيكن تفوتوا على انستا عندي وتنطروا when I post the giveaway by the way قبل ما اروح حط هيدا الكادو تحت الشجرة I'm so proud من الباكجينج اللي عملته الامبالاج I think it's so cute I hope you like it too وجوي لا ما رح قليك شو هو الكادو so yeah So guys اليوم عيد مايكل فطلبنا اكل مايكل وصل الاكل بس الاكل اللي طلبوه انا ما بحبه فطلبت ملك الطابوق وصل اكلاتهم بس بعد ما وصلوا اكلاتي فرح انطرهم اتفرج عليهم عم بياكلوا شوي مكا مايكل صار عمره 20 اجا ملك الطابوق ما اجا؟ لا ما طبش غيرهم انا كمان فكرت وصل الاكل او نو وما جيتي خلاص؟ I'm excited for Christmas في انا جاوبتي ايه شو بدك تقولي بعد؟ جوا is underrated وانت شو بتحب تقول للفلوج؟
بدي اكل. اوكي. فود فود فود. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو مايكي. هابي بيرثدي تو يو. انا سنتر اوف اتنشن. اوكي سوري. يا بكا انا سنتر اوف اتنشن مش انت. اوكي اوكي. انا بيتي كادو بور توا. بيتي كادو. So هيدا كل شيء لهيدا الفلوج. Thank you so much for watching. إذا حبيتوا الفيديو please ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وبشوفكم بكرة. باي. Happy birthday. He does not care. Okay. Bye.